جوه الكمبيوتر عبارة عن وصفة ألوان. الألوان الرئيسية أو الديفولت كولر جوه فوتوشوب هما الأبيض والأسود. لو دوست دي فور ديفولت هكليك دي هيدينا الأبيض والأسود. الأبيض والأسود مش هما اللونين اللي موجودين بس، لكن في وصفة تانية للألوان. وخد بالك ان كل الانيشيالز اللي هتعدي عليك بعد كده عبارة عن تسمية الوصفات، ما هياش حاجة اساسية للكمبيوتر، لكن هي حاجة اساسية للبني ادمين علشان يتفقوا على تسمية للوصفة. طيب اول حاجة ممكن نتكلم عنها الار جي بي. الار جي بي موجودين مع تشانل. لو رحت عملت كليك عليهم على التشانلز هيظهر لك الايمج بتاعتك اللي هي موجوده هنا، تمام، وهيظهر لك ثلاثه تشانل اللي هم الريد والجرين والبلو والميكسينج بتاعهم. الميكسينج بتاعهم هي اللي هي الايمج الكامله بتاعتك اللي انت شايفها. طيب انا لو رحت دلوقتي على الاي اللي جنب الريد دي وعملت ديسيبل للاي او عملت لها هايد كده، انا اللون الاحمر مشي من الايمج بتاعتي، فما بقاش فاضل غير حاجتين الجرين والبلو. تمام اوكي. لو رجعتها تاني ورحت شلت الجرين، ادي الجرين اختفى. طب لو شلت البلو كمان، ادي البلو ما بقاش فاضل عندنا غير الريد بس. اوكي، يعني انا اقدر اعبر عن اي لون، يا عن اي ايمج، يا واحد بس يا باتنين مع بعض يا بالتلاتة مع بعض. لو لما بنقص اي واحد فيهم الصورة قيمتها بتختلف. طيب الكمبيوتر ازاي بيعبر عن الكلام ده؟ الكمبيوتر بيعبر عن الكلام ده من خلال معادلات رياضية بينفذها جوه الكمبيوتر انت مش المفروض انت تعرف عنها حاجة غير الارقام اللي قدامك دي. تمام، انا دلوقتي عملت دراج للكالر باليت، تمام، عشان نعملها نرجعها مكانها، اهو هرجعها مكانها. اوكي، هعمل لها دراج تاني بره عشان نبقى شايفين احنا بنعمل ايه. ادي الكالر باليت. الكالر باليت بمجرد ما بروح اغير الفاليوز دي بتظهر القيمه اللي انا هشتغل فيها. وزي ما احنا شايفين هو دلوقتي بيغير لنا ايه؟ بيغير لنا الباك جراوند كولر اللي هو كان لونه ابيض، دلوقتي بقى لونه عمال بيتغير من درجه لدرجه. اوكي، خليك فاكر دي عشان دي مهمه جدا وهنشرحها كتير بعد كده. فخليك فاكر علامة التعجب اللي هو out of gamut for printing. تمام، out of gamut for printing. اوكي، لو انا جبت الفاليوز دي بايدي خليت زيرو 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 كده بقى الباك جراوند والفور جراوند بتوعي لونهم اسود. طيب لو انا رحت هنا على الكالر سواتش دي اللي موجوده، تمام، وخدت كالر تاني هيديني اللون اللي موجود اللي هو الاخضر، وانا عملت له انتقاء منين؟ من الباليت الصغيره. طب لو عايز ارجعه تاني ابيض، في النهايه هنا مربع ابيض صغير ومربع اسود تحته، ادي الابيض بتاعنا تاني. الابيض بقى 255 والاسود 0 0 0. وكل الالوان دي عباره عن ميكسنج للثلاث الوان دول كقيم. كمبيوتر بيخلطهم مع بعض كقيم في ان هو يوصلك للون اللي انت عايزه. طيب الكالر بيكر زي ما هو موجود هنا موجود هنا وموجود هنا، في كذا كالر بيكر بيشتغلوا معانا.
وحتى شفناهم في الكالر رينج لما كنا بنبيك بيهم الكالر. طيب انا هرجع الباليت دي مكانها، ولو ما كنتش عارف ترجعها مكانها احنا اتفقنا ممكن نرجعها منين؟ من الديفولت ورك سبيس. تمام، ممكن نريست الورك سبيس تاني. لو احنا فاكرين كان في حاجه صغيره بتظهر، بوب اب صغيره او علامه وورنينج بتقول لنا اوت اوف جامد فور برينتينج. يعني ايه اوت اوف جامد فور برينتينج؟ دي معناها ان احنا بره الرينج للطباعه. يعني ايه؟ لما اتفقنا في الاول احنا بنعمل ملفات لايه؟ يعني هدفنا من الملف اللي احنا بنعمله او الايمج اللي احنا بنعملها ايه الهدف منها؟ الهدف منها ان هي بعد ما هتعمل لها بروسس على فوتوشوب هتخرج علشان تروح مكان تاني. اول واحد فيهم ان هي تبقى برزنتيشن، يعني كمبيوتر لكمبيوتر، او هتروح تطبع ببرينتر انكجيت مثلا او برينتر بتاعت صور. تمام، او هتروح يتعمل لها فصل الوان وتتحول لكتاب او كتالوج او ورقه، حتى ورقه مطبوعه، او ان هي هتروح للورلد وايد ويب. طيب كل واحده من اللي انا قلتهم قبل كده فيها نسبه تغيير الكمبيوتر بيعبر عنها، وعشان كده لما بيلاقي الميكس ده موجود في كالر ميكس انت عامله بيبتدي يطلع لك رساله التحذير. رساله التحذير دي بتقول لك ان انا بره رينج الطباعه، يعني لما هتطبع اللون اللي هيطلع لك مش اللي انت مختاره، ده اللي افضل حاجه تختارها، ولو عملت كليك عليه هيصححه للون الجديد ويغير لك الفاليو. اللي انا بتكلم فيه ده ما هواش رفاهيه، ده اساس حكايه الطباعه والديزاين. مش عايز اقول لك كم الشغل اللي بيترفض بسبب الاخطاء دي، فانا بقول لك من النهارده اهو وانت بتبتدي، خد بالك من الكالر، وخد بالك من الرينج، وخد بالك من ان انت ممكن تعمل حاجه على الكمبيوتر بتاعك تبقى كويسه جدا، ولما تروح تتعرض في مكان تاني تفاجأ بيها مختلفة تماما، وتفاجأ بان الشغل بيترفض. اوكي، خد بالك من الموضوع ده كويس، ونكمل موضوع الالوان المرة الجاية.